طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من المواقع المحليه بعد ايام من المواجهات عوده الحياه الى مدينه تعز القديمه. مجسم حوثي وسط صنعاء يثير سخريه اليمنيين. وفي الأخبار المنوعة، فيسبوك يعتزم حظر المحتوى الذي يدعم الانفصاليين والعنصريين. أهلا بكم. عادت الحياة في مدينة تعز القديمة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب الاشتباكات التي شهدتها خلال الأيام الماضية بين الحملة الأمنية العسكرية المشتركة وبين المجموعات الخارجة عن القانون والمطلوبين أمنيا، وفقا لعنوان موقع الصحوانت. عودة الحياة إلى مدينة تعز القديمة وسط ارتياح شعبي للحملة الأمنية ونتائجها. مراسل الموقع تجول وسط المدينة واطلع على وجهة نظر المواطنين الذين رحبوا بالدولة ووجهوا شكرهم للحملة الأمنية، مطالبين باستكمال الأهداف التي خرجت لأجلها وتسليم المقرات التعليمية للدولة وإعادة الحياة إلى المدينة بشكل يليق بتضحيات أبنائها. محامية قانونية بمحافظة تعز قالت من جانبها: أربع ساعات وأنا أوثق في شوارع وبيوت وحارات المدينة القديمة لرصد الأضرار والانتهاكات. الأمور جيدة هناك وليس كما يهولها الإعلام. ناشط آخر قال إن الدولة معنية ببسط سلطتها على كل شبر في المحافظة، وبذلك تتحمل مسؤولية تأمينها وتحقيق الاستقرار فيها، وهي المخولة بضبط كل من يرتكب جرم وكل من يرتكب انتهاكا يؤذي المواطنين. حول الأبنية التي يقيمها الحوثيون بصنعاء في ظل معاناة آلاف الجوع والمحتاجين، وهي أبنية خاصة أو رموز توصل رسائلهم وحربهم ضد اليمنيين، وآخر ما أقاموه وفقا لموقع مسند للأنباء. ولاعة مجسم حوثي وسط صنعاء يثير سخرية اليمنيين. وقال الموقع إنه في الذكرى الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم في اليمن التي أطلقتها دول التحالف بقيادة السعودية، أقامت جماعة الحوثي نصبا تذكاريا لولاعة في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وبحسب مصادر محلية إن الحوثيين وضعوا مجسما للولاعة بهدف الإحياء أو الإيحاء بالقدرة الخارقة التي تروج لها الجماعة في مواجهة التحالف وبكافة أسلحته المتطورة. وأثار المجسم الحوثي سخرية وتندر واسع بين أوساط اليمنيين. الكاتب فؤاد مسعد يتساءل في صحيفة العرب الجديد: ما الذي تغير في اليمن بعد أربع سنوات من انطلاق العاصفة؟ ثم يعود للإجابة على سؤاله بمقال يقول فيه: يمكن القول إن إعلان التحالف العربي انطلاق العاصفة في اليمن بحد ذاته شكل ردة فعل قوية تجاه سقوط الدولة في قبضة الحوثيين تحت مباركة ودعم طهران. وبدخول التحالف العربي خط المواجهات العسكرية بغارات مباغتة وضربات سريعة وقصف مكثف ومركز، تلاشت الهالة الإعلامية التي أحاط الحوثيون بها أنفسهم باعتبارهم قوة لا تقهر. ومع تحرير عدد من المحافظات خلال الأشهر الخمسة الأولى من إعلان عاصفة الحزم، صار الطرفان القوات الحكومية وقوات الحوثي وصالح على الأرض شبه متكافئين، باستثناء سيطرة التحالف على المجال الجوي والرصد المستمر لتحركات الحوثيين. بيد أنه في المقابل يجب أن نشير إلى أن التعثر الذي طبع الحياة العامة في عدد من المحافظات المحررة وحالات الانقسام الذي وصل حد الاقتتال بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهة وأطراف وتيارات مسلحة ومدعومة هي الأخرى من طرف يتبع التحالف من جهة ثانية، كما حصل في العاصمة المؤقتة عدن بداية العام الماضي، ويحدث حالياً في مدينة تعز، ونشوء كيانات وتشكيلات عسكرية خارج سيطرة الحكومة، واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الاعتقالات التعسفية والاختطافات وحالات الإخفاء القسري في سجون سرية،
كل ذلك أثر سلباً على حرب استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، بل إن هذه المظاهر منحت ميليشيات الحوثي ووسائل إعلامها مادة رئيسية تشرعن سلطتها وتبرر سطوتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع ملاحظة أن الوضع الراهن لمناطق الحوثي بصورة عامة أسوأ بكثير، خاصة من حيث تدهور الخدمات وتزايد حالات القمع والانتهاكات. لكن تبقى المقارنة بين حكومة معترف بها ومسنودة بدعم إقليمي ودولي وميليشيات انقلابية مقارنة مختلة. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقدم فيها الميليشيا بصنعاء على بيع ما يحتاجه المواطنون والمقدم إليهم مجانا من منظمات دولية، وعنوان موقع رأي اليمن. الميليشيات تبيع مادة الكلور المقدمة من اليونيسف لمكافحة وباء الكوليرا بستين مليونا. وقالت مصادر موثوقة إن جماعة الحوثي قامت ببيع كميات كبيرة من مادة الكلور المستخدم في مكافحة وباء الكوليرا لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال. وأكدت المصادر أن شحنة الكلور المباعة كانت محملة على متن قاطرتين أمام بوابة هيئة مياه الريف في صنعاء، والمقدمة من منظمة اليونيسف ضمن برنامج مساعدات الدعم الخاص بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب. وذكرت المصادر أن 4 من مشرفي الميليشيات في الهيئة العامة لمياه الريف أتمت صفقة بيع شاحنة الكلور والتي كانت مخزنة في المخازن التابعة لهيئة مياه الريف وسط العاصمة صنعاء. وبحسب المصادر قامت جماعة الحوثي بالتكتم الشديد على العملية، خاصة بعد أن كشفت كاميرات المراقبة عملية البيع والشراء أمام البوابة، وحذرت كافة العاملين في الهيئة من تسريب أي معلومات. راجعت تقارير لا يصح إهدارها تؤكد وجود مفاوضات سرية أمريكية إيرانية تدعم احتمالية صفقة بين الطرفين هي الأجدر لو صحت بلقب صفقة القرن. أمريكية إيرانية وتعترف فيها واشنطن بإيران كقوة إقليمية مقابل ضمان أمن إسرائيل من ثورية الحكم الإيراني، تلك الثورية التي لطالما تجرعت الشعوب العربية مرارتها منذ الثورة الإيرانية. هذا كان جزء من مقال الكاتب أحمد الصياد في صحيفة الحياة اللندنية، ويضيف فيه: أتصور أن مراجعات جادة ينبغي أن تصحبنا بصدق في الطريق إلى إدراك مغاير لحقيقة ما ينتظر منطقتنا البائسة من تغييرات جوهرية في توازنات القوى الإقليمية، وما يحاك لشعوبها من ترتيبات مغرضة على موائد مفاوضات لا مقعد لنا حولها، ما يهدد فرصتنا في القصاص من غلو الخطوات الإيرانية داخل الشأن العربي على نحو يعادل تهشم الحقوق العربية تحت ثقل وطأة أمن إسرائيل. نجد إيران وقد أحدثت بالفعل جديدا في نظام الإيالة، وهو لفظ تركي يعني منطقة أو ولاية يديرها وال، الذي كان متبعا من قبل الدول الكبرى القديمة في المنطقة، فسار الدعم المالي والعسكري في اتجاه مغاير للماضي، بحيث يمد المركز إيران الإيالات في لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين وفلسطين بالمال والسلاح، مع تكليفها بالعمل كأذرع ومجسات اخطبوط تقتنص المصالح الإيرانية وتمتص نفوذا تغذي به المركز المتعطشة لأبهة الماضي البعيد. وعليه راجع إخفاق المجتمع الدولي في دعم جهود التحالف العربي في دحر الحوثيين في اليمن واستعادة الحكم الشرعي، وما اتفاق ستوكهولم الناتج عن مباحثات السويد برعاية الأمم المتحدة ديسمبر 2018، والتي رفضت إيران تنفيذ ميليشيا الحوثي نتائجها إلا تقزيما لشرعية الدولية ودعوة صريحة إلى تهميش دور الأمم المتحدة في قضايا المنطقة، حفظا للوقت والجهد باعتبارها منطقة نفوذ محجوزة حصرا للإدارة الأمريكية المنفردة وقتما وأينما شاءت، فضلا عن احتساب الأزمة اليمنية ضمن الأرصدة الأمريكية السرية في الصندوق الإيراني. تستيقظ سمر ذات الأربعة عشر عاما أو ربيعا كل صباح للتأمل مع نافذة منزلها المطل على الطريق المؤدي إلى المدرسة القريبة من منزلهم في مديرية الشمايتين جنوب تعز، و
قلبها يخفق شوقا وألما في الوقت ذاته. تحدق سمر بالطلاب المتجهين إلى المدرسة وهم يحملون حقائبهم على ظهورهم، تطلق آهة في البعيد، ثم يسرح خيالها في حلم لم يتحقق. هكذا بدأ موقع المشاهد تقريره عن تعليم الفتاة وعنوان الموقع: تسرب الفتيات من التعليم، ما هي أسباب تفاقم الظاهرة؟ وبحسب خالد الشيباني مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية الشمايتين، فإن سمر واحدة من 1732 طالبة تركنا مقاعد الدراسة مبكرا في المديرية، مؤكدا أن تسرب الفتيات من التعليم خلال العام الدراسي الحالي شمل منطقة دبع الداخل والخارج وبني شيبة الغرب وبني عمر والزعازع والمساحين والمقارمة وغيل بني عمر وبني محمد. ووقف الاختلاط في المدارس عائقا أمام سمر، إذ أجبرت على ترك مقاعد الدراسة مطلع هذا العام رغم تفوقها وحصولها على المرتبة الأولى. وتقول سمر للمشاهد: كنت أحب التعليم جدا، وخلال فترة دراستي حافظت على المركز الأول، وذلك من خلال مذاكرتي لدروسي وتشجيع معلماتي لي، حتى زميلاتي متألمات جدا لعدم استمراري معهن. واكتفى والد سمر بما وصلت إليه من التعليم حتى الصف الثامن، معتبرا أنها أول فتاة في أسرتهم تصل إلى هذا الحد من التعليم، ولم تستطع الاعتراض على قرار والدها لأن المدرسة التي تدرس فيها مختلطة. وتؤكد وديعة الشرجبي وكيلة مدرسة الشهيد بشير مهيو في منطقة دبع الداخل أن تسرب الفتيات في مدرستها ملحوظ بشكل كبير، وتقول: بالنسبة لمدرستنا حديثة العهد، خلال 3 سنوات تم تسرب 8 طالبات، أغلبهن وصلن إلى الصف السادس. في جولتنا الخاصة بالصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لا ليبرتي السويسرية الناطقة بالفرنسية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقة من تجدد العنف في اليمن. وقالت الصحيفة إن آثار استئناف الاشتباكات القوي في اليمن في الأيام الأخيرة أقلق لجنة الصليب الأحمر الدولية التي قالت في جنيف إن جميع الأطراف متورطة في أعمال العنف. وأرسلت اللجنة الدولية هذا الأسبوع أكثر من 7 أطنان من الأدوية ومضافين للقيام بإصلاحات مستشفى تعز وفي محافظة حجة، قامت بتوزيع الطعام والمساعدة على 1640 عائلة نازحة مؤخرا. كما دعت اللجنة الدولية جميع الأطراف إلى تجنب استخدام الصواريخ والقنابل التي لها تأثير كبير على المناطق التي يعيش فيها المدنيون وعلى البنية التحتية. أي مستقبل لشرق أوسط عادت لتتقاسمه نظريا أو بالفعل دول عظمى ودول أقل من العظمى ودول لم تكن عظمى ولن تكون؟ يسألوننا وكأننا نملك إجابات عن أسئلة هي بين الأعقد على الإجابة، أسئلة كثيرة كالألغاز. يقول: كان هذا جزء من مقال الكاتب جميل مطر من صحيفة الخليج، والذي قال فيه أيضا: يقف الناس عاجزين عن فهم ظواهر استجدت خلال السنوات الأخيرة وتطورات معقدة في علاقاتهم بالسلطة أو حتى ببعضهم البعض كمواطنين في دولة واحدة. أتحدث عن أسئلة مطروحة في الغرب والشرق أيضاً، مطروحة في أمريكا وفي العالم العربي في الوقت نفسه، هذه بخلاف أو إلى جانب أسئلة خاصة بظروف كل إقليم على حدة أو بحالة بلد بعينه. يسألون: ماذا جرى للديمقراطية في الغرب؟ نراهم في الغرب يتعاملون مع قيمها ومؤسساتها ورموزها بدرجات من الاحترام تتدنى باستمرار. هل أنكر أن عطباً دائماً أو مؤقتاً أصاب الديمقراطية الأمريكية يوم احتل دونالد ترامب منصب الرئيس وفي نيته تخريب نظام دولة ونظام دولي وإقامة شيء آخر هنا وشيء آخر هناك؟ لا، لن أنكر، بل وأضيف بأن هذا العطب الذي أصاب نموذجي الديمقراطية الغربية كان له أثرها المباشر في سباق القوة العالمي وعملية تفكيك هياكل النظام الدولي القائم وانتشار الفوضى، مهددة استقرار أوروبا ومتسببة في خراب هائل في الشرق الأوسط. سئل أحد علماء الاجتماع عن مستقبل الفساد في الولايات المتحدة، وبخاصة بعد عهد وهيمنة ما صار يعرف بإمبراطورية ترامب الصغيرة. هناك دولة تشرع القوانين التي تجعل الفساد مشروعا، بليونير يدفع أموالا مشروعة لمرشح رئاسة فينجح المرشح
ويحصل البليونير على سفارة في إسرائيل ليشترك من هناك في تنفيذ صفقة هي الأقدم في تاريخ الصفقات، صفقة في الأصل دينية. ما السر وراء المزاج الانفرادي في العالم ككل والشرق الأوسط كحالة خاصة؟ نستطيع بشيء من الثقة الإجابة عن سؤال لا يقل شهرة، وهو السؤال عن السر وراء صعود مفاجئ للهويات الثانوية. إنه تاريخ ما بعد الاستقلال العربي، فماذا يخفي المستقبل للعرب؟ رحبت الأوساط النسائية بقرار ناسا لتمكين عدد من النساء من الصعود إلى الفضاء، لكن الفرحة لم تكتمل، حيث تعنون صحيفة الحياة اللندنية: عدم توافر بالذات مناسبة يلغي مهمة فضائية لطاقم نسائي. وقالت الصحيفة إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ألغت رحلة تاريخية كانت مقررة لرائدتي فضاء بسبب عدم توفر بالذات فضائية تناسب مقاسهما في محطة الفضاء الدولية، وبدلا من ذلك ستنفذ كريستيانا كوك مهمات في الفضاء مع زميلها الأمريكي نيك هينغ بدلا من آن ماكلين كما كان مخططا. ولو أن كوك وماكلين خرجتا معا إلى الفضاء كانت هذه المرة الأولى التي يكون فيها طاقم الرواد مؤلفا من نساء بالكامل. فحتى الآن نفذت فرق مؤلفة من ذكور أو مختلط من ذكور وإناث مهمات خارج المحطة منذ انطلاق عمل محطة الفضاء الدولية في عام 1998. وشرحت ناسا أنه نظرا إلى أنه من الممكن إعداد بزة فضائية واحدة فقط من الحجم المتوسط بحلول الجمعة الموافقة 29 من مارس ستلبسها كوك. وأوضحت الناطقة باسم مركز جونسون للفضاء أن البدلات الفضائية في المحطة الدولية هي في الواقع عبارة عن أجزاء تجمع معا لتتناسب مع جسد كل رائد. إلى منوعات صحيفة القدس العربي والتي عنونت: فيسبوك يعتزم حظر المحتوى الذي يدعم القومية البيضاء والانفصالية. وقالت الصحيفة إن شركة فيسبوك أعلنت أنها تعتزم حظر التعبيرات التي تدعم القومية البيضاء والانفصالية على منصاتها بما في ذلك إنستغرام، قائلة إن هذه المفاهيم مرتبطة بشكل عميق بجماعات الكراهية المنظمة، وسيتم تنفيذ السياسة الجديدة الأسبوع المقبل. ولم تربط الشركة هذا الإعلان بأي حدث معين، لكنه يأتي في أعقاب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا والتي ارتكبها شخص يؤمن بتفوق البيض. وقال بيان خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكد محادثاتنا مع أعضاء المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في العلاقات العرقية حول العالم أن القومية البيضاء والانفصالية لا يمكن أن تنفصل عن تفوق البيض وجماعات الكراهية المنظمة. وقال فيسبوك إنه سيعمل بشكل أفضل من أجل العثور على خطاب الكراهية وإزالته من منصاتنا. عدد من الصور توثق لأهم الأحداث كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، ونتابع في جولتنا المصورة. تقول الريشة ما لم تقله الكلمات، وقد ذهب فنانو الكاريكاتير للتعبير عن آرائهم ونقد الظواهر السياسية والاجتماعية عبر ألوانهم بدافع الخوف أولا، ثم أصبح فنا يوميا يحمل الرسائل. نتابع الرسوم.
بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.